ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. ووصلنا دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل كده، الست دايما بتحدد هدفها وتحط الخطه التمام وتدوس بنزين على طول. والنهارده معانا ضيفه قررت تمحي الماضي باستيكا وتقوم كده تصلب طولها وتدينا عصاره خبرتها. في البداية نشرت كتاب اسمه سلام اسود، نقلت فيه تجربتها ومحنتها. بمعنى أدق، الناس اتفعلت قوي معاها ومع الكتاب ومع موضوعاته، فقررت تقدم محتوى على السوشيال ميديا عن العلاقات والصحة النفسية بعنوان موقف السلام. ومن أول حلقة كسرت الدنيا وجمعت آلاف من المشاهدات بشكل غير متوقع. عشان كده قررنا النهاردة نتكلم عن موقف السلام وطريقه منين، عشان احنا محتاجينه. مع صناعة المحتوى آية شعيب. آية اهلا بيكي ونورانا. اهلا بيكي، نورانا. وعايزه اقول لك بس انه انا في فيديوز معينه ليكي كنت بمر باوقات صعبه وكانت بتطلع قدامي، اقعد اقول هي مين البنت دي وازاي عرفت، يعني مين قال لها، مين حكى لها؟ ده كلام كبير قوي. والله العظيم بجد. خلينا نبتدي الاول من التحول، ايه اللي حصل علشان تعملي موقف السلام؟ هو ايه اللي حصل عشان ابدا اهتم اصلا بالجزء النفسي وبالصحه النفسيه؟ ان انا كان عندي تجربه مع الاكتئاب، يعني قعدت 3 سنين عندي اكتئاب حاد، فكنت حاسه شويه بالتخبط، ما كنتش عارفه يعني منين بنروح فين. اوكي هنروح لثيرابيست وهنروح دكتور، بس هنقول ايه؟ هنبدا من زمان قوي ولا نتكلم في اللي احنا فيه دلوقتي؟ طب اللي احنا فيه دلوقتي ده وصلنا له اصلا ازاي؟ ما هو بسبب اللي فات. التفاصيل اللي كلنا بنغرق فيها دي. فخدت وقت طويل على ما فهمت انه التعافي لازم له وعي ولازم له ادراك ولازم له متابعه مع طبيب، ولازم تتكلمي وممكن نكتب وممكن نسمع مزيكا، وفي نفس الوقت لازم نبقى حنينين على نفسنا. وحاجات كتير حسيت ان انا لو كتبتها في كتاب او لو طلعت قلتها للناس ممكن تاثر مسافات. هي الفكره جت من هنا. الفكره يعني صح ان انت لما بتعيشي المعاناه وصولك للناس بيبقى اسرع. زي ما هند بتقول، هو انت ازاي عارفه اللي انت بتقولي؟ انت جربتي فعشتي المأساة، عارفة تشرحيها بتفاصيلها، غير لما الواحد ما بيكونش مر باي ازمه نفسيه فما بيبقاش قادر يحس باللي قدامه. السؤال الاول بس عشان لازم نسالك طبعا عن كاس العالم، مهتمه بكاس العالم، متابعه ولا لا؟ والله مش متابعه قوي لان انا يعني بشتغل كتير جدا جدا، بس انا يعني بشوف الترندات اللي بتطلع على الفيسبوك وبتابع من خلال الفيسبوك يعني. للاسف للاسف انا طبعا كنت قلبا وقالبا مع المنتخبات العربيه يعني بدايه، يعني كنت فخوره جدا بانه عندنا منتخبات كتير بتلعب في كاس العالم. كنت فرحانه جدا جدا بالسعوديه، بحبهم بشكل شخصي وبحب كل حاجه بيعملوها كلنا يعني. بس ايه، بعد ما قلت لنا بقى قصه التجربه الشخصيه انه انت عديتي بالاكتئاب وبعد الاكتئاب قررتي ان انت تخرجي منه وتفيدي ناس وتحكي لهم قصتك او ده يساعدك، تقلتي ده مثلا، ذاكرتي، عملتي، ولا كله مبني على تجربه شخصيه 100%؟ لا، هو في الحقيقه الفكره بس هي اللي بتبقى يعني بيزد اون اكسبيرينس، انه اللي متعوره فيه اوكي يلا نعمله موضوع ونتكلم فيه، بس لما تيجي تكلمي الناس لا طبعا لازم يبقى بالورقه والقلم وبالعلم. لان انا شفتك فعلا تقولي ستاتستكس في حاجات كتير. بالظبط، انا بذاكر كتير قوي ومن زمان بذاكر عشان انجو يعني. فالموضوع دلوقتي طبعا بقى واخد شكل تاني، لانه انت لما تبقي بتذاكري لنفسك غير لما تبقي بتذاكري عشان تطلعي تقولي معلومه لازم يبقى فيها مصداقيه. فلا بذاكر كتير قوي وبعمل ريسيرش كتير قوي قوي قوي، عشان كده ما بقدرش اعمل اكتر من 4 حلقات في الشهر، يعني حلقه في الاسبوع، الحلقه ماكسيموم 10 دقائق دي بقعد اعملها بقى في اسبوع مثلا عشان تذاكري لها، عشان اطلع ارقام واطلع حاجات. هي بس كمان الفكره في علم النفس انه ما فيش يعني علم النفس مدارس صح ونظريات، وفي نظريات بتدحض نظريات تانية، وفي مفيش صح قوي ومفيش غلط بالظبط. ولازم يبقى في يعني عشان نوصل للعلاج، لا لازم يبقى 1-to-1 سيشن. الناس بتبقى متخيله ان الفيديو ده انا هقول لهم في حل سحري، لا احنا بس بننور حاجات، لكن العلاج عند الدكتور، عند الثيرابيست، عند الشخص المختص. انا مش شخص مختص، انا بعمل هايلايتنج بس على الحاجات المهمه يعني. اول لما ابتديتي فيديوهاتك شفتي رد فعل الناس ازاي؟ لا اتخضيت طبعا. انا الصفحه كان عليها 800 بني ادم، وكنت بتكلم عن الراجل التوكسيك عشان ده موضوع محروق اصلا. ما هو محروق جدا، عمره ما بيتحرق ما بيخلص. عمره ما يبقى اول ديتد، طول الوقت كلمه توكسيك دي بتلم الناس حواليها. فلا انا كنت برميه عشان البني ادم التوكسيك برضه بيلم الناس حواليه. طبعا دي غريبه قوي. ما دي على فكره ما دي من صفاته. دي حاجه ايوه كده عامل زي السحر. طبعا طبعا عنده حاجات. عنده حاجات وهو منور عن الشخص العادي. ليه بقى؟ خلينا نتكلم في ده. اوكي، يعني هو بيبقى كاريزماتيك جدا، يعني بيبقى كاريزماتيك جدا وبيبقى عارف
ادواته صح وبيبقى عنده طريقه في التلاعب وبيبقى شخصيه مركبه. يعني دايما الشخص السالك مش هتاخدي بالك منه قوي، عارفه لازم يتنطط لك فاهمه، لكن مش هي سحره مش ظاهر. انما الشخصيات التانية دي بتبقى شخصيات جذابه جدا وبيبقى عنده شخصيه وعنده حاجات يلعبك بيها، عنده حاجات يبهرك بيها. اعمل ايه لو اقرب حد ليا شخص توكسيك؟ اعمل ايه لو حبيت حد توكسيك؟ حبيته واللي حصل حصل، حبيته واللي حصل حصل. بنحاول طبعا معاه، لانه انا بصراحه مقتنعه انه دايما في حل. يعني انا ما بحبش اتكلم قوي في الحته دي، ما بحبش اتكلم عن الشخصيات دي، بحب اتكلم اكتر عن الضحايا او اقول للضحايا يعملوا ايه، يعني يعرفوهم ازاي على الاقل. بالظبط. بس في الاخر ما فيش حاجه ملهاش علاج. هو اهم حاجه ان الشخص نفسه يدرك ان هو مصدر اذى للاخرين، لو وجعاه الحته دي هيصلحها. يعني بصي، انت بتقولي حاجه مهمه قوي. يعني انا لو قدامي دلوقتي الشخص توكسيك وانا مطالبه ان انا اتعامل معاه زي ما هند بتقول او قريب مني، اقدر ادافع عن نفسي ازاي واحط ليها حدود؟ يعني احنا اتعلمنا في حياتنا ان انت مهما حاولتي مش هتقدري تغيري اللي قدامك. ونسبه الاشخاص السامه دول بجد بقوا في حياتنا كتير، بقوا كتير. صفاتهم هم باينين، يعني هم بيقعدوا معاكي كده تحسي فعلا شدوكي ودمروا حياتك. ممكن يبقى اي حد بالظبط كده. فازاي احمي انا نفسي من الشخص التوكسيك؟ ان احط حدود لنفسي، مش لاني مش هعرف اغيره ومش هسيبه. فلنفرض ان العلاقه، انت بتقولي كل حاجه حاله مختلفه بالزبط. فممكن كيس واحده مرتبطه بواحد متجوزاه مش تقدر تسيبه. نعمل ايه عشان نحمي نفسنا؟ والله بصي، هو دايما المفتاح بيبقى في ان احنا نقدر نفسنا ونحب نفسنا عشان خاطر ما نجيش علينا زياده. لان انت كل ما بتيجي على نفسك كل ما بتفتحي ابواب اكتر للاستباحه. واحنا عموما كبشر، حتى لو مش بتتعاملي مع حد توكسيك، حتى لو بتتعاملي مع انسان عادي، بس تفضلي تدي 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 من غير حساب، خلاص هيتعود، هيبقى بالنسبه له الدنيا يعني خلاص. ما براح انت مالك في ايه، ما احنا متعودين على كده، ايه اللي غيرك بالظبط؟ الشخص بقى اللي بيبقى عنده سمات سامه بيبقى اصلا يعني استهدافي اكتر، بيبقى عارف بيوقع مين، بيبقى عارف يجيبك ازاي، يستغلك ازاي، سواء بقى مدير، سواء صديق، سواء ايا كان. بيبقوا شاطرين. حدودنا ان احنا نحب نفسنا. اللي بتعمليه للاخر تعملي لنفسك منه ولو جزء. احنا ما بنعملش كده، احنا ما بنشوفش نفسنا اصلا. سبيشالي في العلاقات، يعني في العلاقات دايما احنا هو كده. الناس نوعين، نوع معطاء زياده عن اللزوم ونوع يعني بياخد على قد ما يقدر. فهي الحدود ان احنا نحب نفسنا وان احنا نقدر نفسنا، لان احنا لو ما عملناش ده محدش هيعمله بالمناسبه، حتى لو شخص كويس. في ناس مش هقدر احط بيني وبينهم حدود، زي امي، زي ابويا، زي اخواتي. مفيش حد ما يتحطلوش حدود. هعمل ايه لو مامتي او بابايا توكسيك؟ مفيش حد ما يتحطلوش حدود، كل الناس بيتحط لها حدود. ولادك لو انت ام بيتحط لهم حدود. حقيقة. اصل هي بس الفكره كلها ان هي حاجه مش متعرف عليها. احنا يا ده ماما وبابا، احنا اهل. عيب يا سيد، احنا اهل، احنا ماشيين بالنظريه دي. لا، اي حد في الدنيا بيتحط له حدود. وتاني، حدودي هي ان انا ابقى يعني مرتاح في جلدي، ما اجيش على نفسي زياده، ما اقدمش اكتر من اللي باخده قوي، كل ما هو متبادل مستمر. الاهل طبعا انا ضد الصدام مع الاهل، يعني لو بنتكلم عن شخصيات سامه انا ضد الصدام، لان الاهل مش هيتغيروا وهم مفروضين علينا. فانا مع ان احنا نحط حدود، اللي هو ماما بتتنمر عليا، ماما وقفي ده، ماما وقفي ده، ماما ده بيأذيني، كلام واضح وصريح وتو ذا بوينت، ومره واثنين وثلاثه، ويتقال في المقابل اللي انت بتعمليه ده على فكره هنقضي وقت اقل مع بعض. لو هي بتدخلي من حته ان انا بحكي لها على كل حاجه، من حقي ان انا اوقف على فكره واحكي بس اللي انا عايزاه، يعني كده. وهي كلها بتيجي بالتدريب، لان هم في الاخر اهلنا. فعشان تفكي التشابك ده الموضوع صعب. الناس بتتصور ان احنا هنقول لهم 1 2 3 4 خلاص الوصفه السحريه. لا، احنا عايشين عمرنا كله على سيستم، فعشان تغيري السيستم ده لا، هناخد وقت ومجهود وتدريب. بس اهم حاجه الثبات. خدتي القرار ما ترجعيش عنه، اقفي مكانك. مش مهم تطلعي لقدام، بس مهم تفضلي واقفه مكانك على قد ما تقدري. هي دي الفكره كمان، ان احنا كمجتمع فعلا ده ابوكي وامك يعني يا ستي وما فيش عندنا، بس بالتدريج فعلا. طيب ايه المواصفات اللي بتخلي الشخص التوكسيك يروح لي، يبقى عارف ان انا فيها مواصفات، يعني انا الضحيه؟ هم بيتشدوا ايه اللي بيشدوا؟ شخصيات معينه. ايه الشخصيات اللي بتشد الشخص التوكسيك ان هو يقرب مني ويحس ان هو هيمارس كل نفسيته عليا؟
بصي احنا اغلبنا اعتماديين بالفطره، شخصيات اعتماديه، يعني ما بنقدرش نبقى لوحدنا، دايما بيبقى عندنا حته اعتماديه عاطفيه، دي مدخل قوي جدا لاي شخص سام. الاعتماديه العاطفيه دي اللي هي حاجات احنا مفتقدينها من الطفوله، واغلبنا برضو مفتقد حاجات، يعني ما فيش حد هيبص ورا هيلاقي طفوله سليمه 100%، واهالينا ما كانش عندهم الوعي، فمش هنقول واهالينا ما كانش عندهم طفوله سليمه، ما كان بالظبط، ما هي بقى يعني سيركل كده مقفوله بالظبط. فاغلبنا عنده حته الاعتماديه العاطفيه دي، ما نقدرش نتنفس من غير بارتنر، احنا لنفسنا مش كفايه، طول الوقت بنبقى حاسين بالوحده، طول الوقت عايزين كومباني، فده مدخل يعني سهل جدا لاي شخص ان هو يدخل، هيعرف بقى يسيطر عليك، هيعرف يجيبك من الحته دي. أوكي. الناس اللي عندها استقلاليه شويه عاطفيه واحتياجاتها العاطفيه مش مقصره عليها، هم بيبقوا يعني لا مش هيقرب لها اصلا. فاهمه قصدك. قبل ما نخش على فقره الاسئله السريعه، عايزاكي في نقط كده تقولي لي ازاي نطلع اولاد اسوياء عندهم شخصيه سليمه، يقدروا يعيشوا حياتهم من غير كلاكيع اللي للاسف كلنا خدناها غصب عننا. نحبهم زي ما هم، حب غير مشروط بجد بقى، لانه جمله الحب الغير مشروط دي بتتقال بس ما بيتعملش بيها خالص خالص. حب غير مشروط يعني احبه وهو ناجح، يعني ما عقبوش بحبي، ما عقبوش ببعدي عنه، احنا هنفضل طول الوقت حاضنين بعض، وهنفضل طول الوقت نقول لبعض كلام ايجابي مهما كنت انت بتعمل ايه، لا نجاحه يخليني اخد منه موقف ولا لانه في الاخر كل انسان وليه قدرات، والدعم بيجي عن طريق ان احنا ندعم الشخص في كل الاوقات عشان يحس طول الوقت ان هو عنده باك اب، ويحس ان هو مش محتاج يبذل مجهود عشان يتحب. احنا طول الوقت حاسين ان احنا مش كفايه، احنا لازم نحسس الاولاد ان هم كفايه عشان ما يطلعوش عندهم خرام يدخلوا لها بقى منهم الاشخاص السمين يعني. فحب ودعم وحنان واحضان كتير، مشاعر مشاعر لازم الطفل يطلع شبعان مشاعر قوي 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 عشان شبعان كل حاجه. طيب احنا للاسف الوقت خلص، بس في شويه اسئله سريعه هنسالها لك وبعد كده خلي اجاباتك سريعه. هنبتدي كده سريعا، ايه اللعبه اللي بتحبيها؟ كره قدم، تنس، طايره؟ كره قدم. كره قدم. مين مثلك الاعلى من لعيبه المنتخب؟ المنتخب بتاعنا انا طبعا بحب محمد صلاح جدا، كلنا فخر العرب. بتشجعي مين منتخبات اوروبيه؟ انت قلتي منتخبات العربيه في اوروبا. انا بحب ايطاليا قوي. ايطاليا قوي. اوكي. تحبي تتفرجي على الماتش في البيت ولا مع صحابك ولا في وسط جماهير في الملعب؟ عمري ما جربت حكايه الملعب دي، بس مع صحابي بيبقى الموضوع لطيف طبعا. بتتفرجي على كره القدم النسائيه؟ بتعدي قدامي حاجات، مش متابعه حاجات، بس بتعدي قدامي حاجات وبحترمهم قوي بصراحه. اوكي. ان هم لو اي شعيب هتكون في الملعب، هتحبي تختاري تكوني مدافع ولا مهاجم؟ لا ولا وسط؟ هجومي قوي قوي. انا اكيد هاجم. انا بهاجم طول الوقت. اوكي تمام. نورتينا وانا بشكرك، بشكرك على المحتوى اللي بتقدميه، بشكرك على وجودك معانا النهارده، وكملي في اللي انت بتعمليه ده، لانه في ناس كتير جدا 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 بتتكسف تروح لدكتور، فملجأها الوحيد هو ان هم يشوفوا حد زيك بيتكلم عن اعمل ايه. صحيح. بيبقوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه، فبشكرك ونورتينا. شكرا ليك والله، انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم. احنا كمان. احنا كمان. فقره الستات بتلعبها صح كده خلصت، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه.